السمات اللي موجودة في الدكتور أحمد عكاشة سببها البيت اللي هو كبر فيه. جدي كان لواء بالقوات المسلحة وكان قائد المنطقة الشمالية، وعمي الدكتور ثروت عكاشة كان أحد الضباط الأحرار وكان بالقوات المسلحة، وكان في فرق 15 سنة ما بينه وبين والدي. فأعتقد أن التربية والنشأة في بيت نقدر نسميه شبه عسكري كان فيه حط بعض السمات زي الانضباط وإتقان العمل اللي هو يتميز بيها في الوقت الحالي. أنا عشت في وقت ما كانش فيه تلفزيون، فكان الروح الأسرية موجودة، الناس كلهم اللي أدي في السن وزملائي كان كل الناس بتشتغل لغاية الساعة 3 وتتوقف. ما كانتش الحياة محتاجة إن واحد يشتغل الصبح والظهر وبالليل عشان يأكل عياله في هذا الوقت، ما كانش فيه غير الإذاعة، فكان الواحد بيمتص روح الثقافة والفن والأدب والسياسة من القعدة. برضو والدتي كانت ولاد خالتها وقرايبها علي ماهر وأحمد ماهر وناس كتير جدا في السياسة كانوا موجودين عندي في البيت، ما كانوش بيقول لنا خش انت صغير مثلا، فكنا نقعد معاهم بناخد كل الحاجات دي. لا شك ان ده كون في الواحد تأثير غريب جدا. يعني الدكتور ثروت لما تزوج كان صغير جدا، كان عايش معنا في البيت، فكان مثلا الجماعه الاخوه اللي هم موجودين معاه كانوا في الثوره بتاعه 22 دي، جابر عبد الناصر ودولت، كان يجوا في الصالون بيجتمعوا في هذا البيت بتاع والدي، وثروت ما كانش ابدا يمانع ان انا اخش اقعد معاهم في هذا الوقت. ثروت كان يستمع للموسيقى، وايام زمان الاسطوانات السيمفونيه كانت 10 اسطوانات او 12 اسطوانه، فكان هو عاوز يقرا ويكتب، فكان ياجرني ان انا اقعد استمع لمالر وفاجنر وبيتهوفن وانا في السن 8 سنين 9 سنين، اقعد 4 ساعات، وهو ما كانش يبخل عليا، كان يقول لي دي بتعني كذا دي تعني، يعني كان كل حاجه بسمعها فيه، وكان بيديني وقتها يعني مثلا نص قرش تعريفه او حاجه، كان اسمه تعريفه ده مش موجود دلوقتي، كحافز ان انا اقدر اقعد هذه المده في هذا الجو. الواحد نشأ، لا شك ان ده عمل تكوين لشخصيه، بين ان الواحد يتحلى ببعض الصفات في شخصيته. يزيد على ذلك لما كل ده اداني نوع من انواع ما اقدرش اقول الحكمه، يعني حب الناس، اداني حب الناس، حب الحيوان، حب النبات، حب الجمال، حب الموسيقى في طفولتي، فنشأت معايا دي، أثرت جاية جدا في حتى شخصيتي، بحيث ان انا مثلا صحبات اخواتي اللي كانوا اصغر مني الله يرحمهم كانوا كلهم يجوا بمشاكلهم وانا طالب في الطب وانا عمال اذاكر، يخشوا عليا في المكتب ويحكوا لي حاجات، وقبل ما كنتش بفكر في الطب النفسي، ولكن لقيت نفسي بقدر اساعد الناس واسعدهم، وده كان احد الاسباب الرئيسيه نتكلم عليها بعدين ليه خدت الطب النفسي كفرض.